كان مشاهدين في الشباحة نشوف كيف المرحلة اللي يكون في هذا المباشر مدينة الدار البيضاء حقيقة في المغامرين الفاصلين اللي واقفين في هذا المكان كما كتشوفوا السرعة اللي كيجيو بها هاد السيارات الله يسك حتى شي واحد يغير الاتجاه ويقصدنا يعني نحاولوا ان ندعو هاد المكان هاد الوقي كامل حماية لنا. اذا في هاد الاثناء كيف شفتوا كيف كتشاهدوا معنا مشاهدينا الكرام حضروا الشرطة التقنية والامنية المكان الحادث اللي سقط فيه واحد الشاب كان له فقط مجموعة من الاصدقاء ديالو وطاح من اعلى هاد الصور كيف كتشوفوا من تحت تم النقل ديالو من طرف عناصر الوقاية المدنية عبر سيارة 9 التابعة لجهاز الوقاية المدنية ولكن ما عرفناش المصير ديالو غادي نشوفو وغادي نسولو على المصير ديالو واش حي او مات. عموما عناصر الامن كيقوموا بمجهودات كبيرة في هاد الاثناء هانتوما كتشوفو غادي نحاولو نقطعو هانتوما كتشوفو الشرطة التقنية والعلمية نازلين للمكان اللي سقط فيه هذاك الشخص هاهما هاهما معندناش إنارة واضحة إنما انتما ربما غادي تشوفو هاهما نقومو بجولة وكيتفقدو مسرح سقوط هاد السيد هذا ربما هاد الطريقة باش بحكم التجربة وبحكم الخبرة الميدانية وبحكم المرافقة ديال عناصر الأمن كنظن مادام جاو الشرطة العلمية والتقنية لهاد المكان إلا هاد السيد ربما توفى كما كتشوفو أكيد غادي يكونوا هادو عناصر الشرطة التقنية والعلمية والشرطة القضائية. أكيد غادي يكون توفى والله أعلم أنا سقوط الحادث إنما كنظن بأن السيد توفى لأن مجلس الشرطة التقنية والعلمية لهذا المكان إلا وتوفى جاو هاد هاهما هاهما فين واقفين الواقعين من هنا طاح من هنا طاح ربما هنا كانوا جالسين هو الأصدقاء ديالو على بعد واحد الأمتار قليلة من مكان تواجد سيارة الأمن. إذن بالنسبة للناس اللي كيسولو شنو وقع واحد الشاب كان بوفقة الأصدقاء ديالو ربما كانوا جالسين هنا وطاح من هنا لتحت تم النقل ديالو من طرف عناصر الوقاية المدنية عبر صيغة الوقاية المدنية تابعة لجهاز الوقاية المدنية تم النقل ديالو على عجل إلى المستشفى بين الحياة والموت وشوف واش بقي حي الله أعلم إنما كاين واحد السفر أمني هنا كبير هانتوما كتشوفو بحضور عناصر الشرطة التقنية والعلمية شوف هذا السفر كيبين وكيأكد بأن السيد ربما توفى احتمالات كبيرة بأنه توفى. شوفوا عناصر الشرطة التقنية كيفاش أنهم يقوموا بمسح وجرد
مسرح الجريمة. الله يصوروا فيا، انا غدا يعيطوا لي يقولوا لي كنتي معاهم. وشهدوا المشاهدين يعني اني ما كنتش معاهم. هذه في مدينة الدار البيضاء مشاهدينا الكرام، عناصر الشرطة القضائية تحية كبيرة اليوم، والعناصر الشرطة التقنية والعلمية اللي كيقوموا بجرد ومسح للمكان ديال الحادث. غادي توجهوا، اكيد كاين الوفاة، اكيد كاين الوفاة، غادي توجهوا للصيادة، غادي توجهوا للصيادة. ما عندناش طريقة كيفاش نبينوهم لكم، انما غادي توجهوا للصيادة. كاين واحد الصياد تما، الناس اللي كيفاتوا كيصيدوا في البحر. ما عندناش شي طريقة باش نبينو لكم ما يقع، وما عندناش الحق اننا نقربوا منهم ونقلوا لكم الأسئلة ديال المحققين، لأن التحقيق بدا، أكيد بدا. ما عندناش الحق نبينو لكم الأسئلة ديالهم، إنما اللي كيبان هو أن سي توفى. غادي نمشيو للسبيطار وغادي نتأكدو واش توفى ولا لا، باش تجي الشرطة التقنية والعلمية والشرطة القضائية ويكون واحد السلفة أمني هنا. واو، لا مات، هذا مات. شوفوا عناصر الشرطة التقنية والعلمية كيجبدوا، ربما المستلزمات ديالهم باش كيخدمو. إذا السيد وقيلة توفى، تشاهدوا معنا مشاهدينا الكرام عناصر الشرطة التقنية والعلمية كياخذوا المستلزمات العمل باش يوقفوا على التفاصيل ديال هاد الحادث. هنا في الطريق الساحلية رابطة بين وسط المدينة ومدينة الدار البيضاء. الناس كيسولوا ان بلاصة كازا هذه في الطريق الساحلية رابطة بين وسط المدينة ومنطقة عيد. هنا هانتوما نحاولوا نبعدوا، لان هنا من كيبان هي الظلام. هنا غادي نأتيو على نهاية هذا المباشر مشاهدينا الكرام، وإلى مباشرين.